نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل المحاكمة على تطبيق ويبلي. قم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على وضع رقبة الوالدين، ثم سوف نقوم بالوصول إلى كلمة المرور، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المحاكمة. نقوم بالضغط هنا، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل المحاكمة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.